من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني رفيع مشاركة أفراد تابعين للمخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي في القتال إلى جانب تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، مفيدا أن أفرادا من قوات الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع ونجله تم القبض عليهم في المكلا وأبين بعد أن عمدوا إلى خلع بدلاتهم العسكرية والقتال بنفس مظاهر أفراد القاعدة. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مشاركة صالح في استغلال وتوظيف ورقة القاعدة أصبحت ظاهرة لا تحتاج إلى أدلة، مضيفا أن صالح ضالع بإطلاق مجموعة من قيادات القاعدة من سجون الأمن السياسي والسجون العامة في محافظة الضالع وأب وتعز وعدن وأبين، وكذلك من سجون العاصمة صنعاء. إذن بالعودة إلى الملف اليمني، ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من عدن الدكتور علي الخلافي المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور علي. نستغرب عندما نسمع بأن هناك تحالفا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن، كيف يمكن تفسير ذلك وكيف يمكن قبول هذا الشيء الذي لم يحدث إلا في اليمن؟ دكتور علي، اليمن بلد العجائب. نعم، اليمن بلد العجائب. في السنوات الماضية رأينا 6 حروب بين الحوثيين ونظام المخلوع علي عبد الله الصالح، ثم تحولت هذه الخصومة التي تخللتها 6 حروب إلى حلف، إلى تحالف مشترك. نعم، إلى حلف مشترك. ولا نستغرب أن نسمع الآن أن هناك خيوط التقاء بين الميليشيات الحوثية وبين الجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها، وكذلك مع قوات المخلوع صالح. ما يؤكد ذلك هو أن نشاط تلك الجماعات تتجه بنفس الجهة التي تستهدفها تلك الميليشيات الحوثية، وهي المحافظات الجنوبية المحررة وكذلك المناطق المحررة بشكل عام. وهذا ما يكشف عن أن هناك خيوط التقاء وهدف واحد لهذه الميليشيات الإرهابية بطبيعتها. فلا غرابة من ذلك، وهو ما أكدته الأحداث الماضية التي شهدتها عدن والمكلا وغيرها، حيث رأينا انزعاج الحوثيين وقوات المخلوع من تحرير المكلا من الجماعات الإرهابية، ورفضوا حتى تأييد تلك الضربات التي وجهت للقاعدة، التي دائما ما كانوا يتبدعون أنهم يقاتلون ضد القاعدة وضد داعش. طيب دكتور علي، يعني كيف إن كنت تسمعني جيدا، كيف يمكن أن تفسر أو كيف يمكن أن نفهم أن الحوثيين يذهبون إلى الكويت ويجلسون مع الوفد الحكومي ويتفاوضون وفي ذات اللحظة يقاتلون إلى صفوف إلى جانب تنظيم القاعدة في على الأرض في اليمن؟ مشاورات الكويت هي جزء من معركة المواجهة. نعرف أن المعركة تتخذ أشكال سياسية وعسكرية ميدانية، وهذه المشاورات جاءت تحت ضغوط دولية، كان على الطرف الحكومي أن يثبت حسن نيته، ولذلك سارع إلى هذه المشاورات في الوقت المحدد فيما تلفأت ميليشيات الحوثيين بالحضور ثم بالتلاعب على جدول الأعمال وكذلك محاولة إطالة أمد هذه المفاوضات. ولكن على المجتمع الدولي أن يعرف في نهاية المطاف أن هذه الميليشيات بطبيعتها وبتركيبة نشأتها ليس لها هناك أجندة مدنية، وإنها تسعى إلى فرض أجندتها وأجندة من تمثلهم من القوى الإقليمية بالقوة، ولذلك لا تريد أن تسلم ما سيطرت عليه من أسلحة الدولة، وتحاول أن حتى تنقلب على القرار الدولي لتخرج بمشروعية جديدة تجيز لها أن تكون شريكا في السلطة في ظل احتفاظها بهذه القوة. وهذا أمر سيهدد السلام ليس فقط في اليمن شمالا وجنوبا، ولكن في الجزيرة والخليج بشكل عام. نعم. في المستقبل، فيما إذا بقيت هذه القوة الميليشيات تمتلك هذه القوة وتنسق أيضا مع الميليشيات والجماعات الإرهابية المتعددة. نعم.
يبدو أنك دكتور علي يعني غير معول كثيرا على مشاورات الكويت. بالحديث عن القوة اليوم وهذا التحالف بين الحوثيين والقاعدة، هل من الممكن إذا ما استمر على هذه الوتيرة أن يعود ليقوي شوكة القاعدة في اليمن بعد أن ضعفت في الفترة الأخيرة جراء الضربات الموجعة الكثيرة والمتلاحقة خلال السنة الماضية ووصولا إلى أشهرنا هذه؟ النشاط الإرهابي ظهر بعد فترة من تحرير المحافظات الجنوبية، ولم نسمع في أثناء معارك المواجهات مع الحوثيين وقوات المخلوع عن وجود أي نشاط يستهدف الحوثيين في هذه المحافظات، ولذلك من قبل تنظيم القاعدة تقصد؟ نعم، تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وأنصار الشريعة ومختلف المسميات اتضح أن هناك ضلوع للمخلوع بنشاط هذه الجماعات وبتمويلها وبالإشراف على نشاطها منذ سنوات تعود إلى مطلع التسعينات حينما عد المجاهدين الأفغان ومع عدد من مشايخ الذين كانوا يشتغلون هذه الجماعات، ولذلك احتفظ بهم ليستخدمهم كأداة في هذه المرحلة من المواجهة، ولهذا لا يريد أن تستقر المحافظات المحررة بحيث يثبت لأنصاره أنه هو الفاضل على الأمور، وهذا ما رأيناه في هذه العمليات الإرهابية التي تتعرض لها هذه المناطق، ولا شك أن كسر شوكة الحوثيين والمخلوع سيقضي على كل الجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها. شكرا جزيلا لك دكتور علي الإخلافي المحلل السياسي والاستراتيجي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من عدن.